وصلنا إلى فقرة الاستضافة وفيها سنستضيف الفنان أيلول السقاف. أيلول، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في كيبورد. أهلا وسهلا فيك يا فنان، الله يحييك. الله يحييك أيلول. بالبداية نحب نتعرف ونخلي الجمهور يتعرف عليك، من هو أيلول السقاف؟ باختصار، أيلول السقاف هو المهندس الفنان. المهندس الفنان باختصار، تمام. يمكن نرجع نتكلم عن هذا أكثر في الحوار حقنا. طيب كمان باختصار نروح نشوف آخر فيديو لك نشرته في صفحتك، اللي هو أغنية كان زمان، ونرجع نتابع اللقاء. كان الزمان في دكاني بالفيت، نيات صبيان نجي نلعب على المي، يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان، تغني وتحزن بنت الجيران. ليلى 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 ليلى. جميل أيلول، معروف أنك أنت مشارك في ظاهرة تدعى فن خفافي، وفي مجموعة من الشباب الفنانين الشباب أيضا اللي فيها يجتمعوا ويغنوا أغاني يمنية قديمة بروح جديدة. لو تحدثنا عن هذه التجربة. طبعا الاسم هو فن خفافي مش خفافي. خفافي معناته؟ البعض يغلط في التسمية، هي فن خفافي. أيوه، قلت تسمية من شيء خفيف، يعني خفيف، دلع خفيف يعني. أول مرة أسمع هذا المصطلح، يبدو أنكم أنتم كمان يعني افتكرتوه ولا كيف؟ يعني إحنا سمعناه من شخص ما فعجبتنا الاسم فلقطناه منه. جميل. طيب هل أنتم تكلمنا عن تجربتك الشخصية في هذا في فن خفافي؟ حاجة خفيفة والله هي تجربتي أنا والشباب، كانت الفكرة إنه نبرز الفن اليمني بشكل بسيط وبشكل حديث بشيء بسيط جدا، يعني ما يكونش هذاك الأغنية اللي تكون في الاستوديو أو إنه تجهيز مسبق أو شيء، يعني بشكل بسيط إنه الشباب يجتمعوا مع بعض في مكان معين ويغنوا أي أغنية مناسبة يعني. جميل. طيب انت تكلمت باختصار عن نفسك، لكن احنا لازم نرجع ونتكلم عن بداياتك. كيف اكتشفت موهبتك في الغناء وكيف نميتها؟ والله انا اكتشفتها من البيت. طبعا الحمد لله ما شاء الله، اخواني وابي الله يرحمه كانوا اصواتهم جميله جدا. فانا تربيت على الفن يعني من صغري، وعرفت ان صوتي حلو من الوالد ومن اخواني. جميل. بعدين بدات من المدرسه كمان. في الغالب كل ما استضيف فنان يقول انه بدايته كانت في المدرسه. نفسي في الجامعه او انت بدايتك كانت في البيت بعدين في المدرسه؟ ايوه، اتكلم عن المدرسه اكثر. لانه في المدرسه طبعا زي ما هو معروف الكل يعني يعني نسوي اذاعات مدرسيه صباحيه او مسائيه، فكان دائما في اخر الفقرات الاذاعيه اللي هو انشوده، هل تعال سوي اغنيه، تعال سوي انشوده او كذا. فلما عرفوا الناس انه صوتي حلو كانوا يقولوا لي تعال انت في الاذاعه لازم تسوي انشوده، لازم تسوي اغنيه، لازم تسوي كذا. حبه حبه لما تطور. صوتك ما وصلنيش واضح، لكن يهمني اعرف هل وجدت تشجيع في بدايه توجهك للفن ولا لاقيت قمع مثل كثير من الفنانين؟ يعني أعني لما خرجت للمجتمع. والله مش قمع من ناحية القمع، ولكن هو يعني أنت تعرفي عندنا في اليمن ثقافات مختلفة يعني، ففي ناس يشجعك وناس يقول لك لا اتجه اتجاه آخر، فاختلف الآراء في هذا الشيء، يعني مش كل الناس يقمعونك ولا كل الناس يشجعونك. فهمك جدا. طب تذكر أول أغنية غنيتها؟
أول أغنية ولا أنشودة؟ هي كانت أول بدايتي كانت أنشودة. ايوه ولكن أول أغنية فعلياً كمسمى أغنية، أيوة أذكرها فعلياً، أيوة. يعني اغنية تقصد قمت تسجيلها كي ولا كيف؟ لا، أول أغنية مثلاً سمعتها وكثير كنت أرددها مثلاً في الشارع في البيت كذا، كانت أغنية ليلى للدكتور عبد الرب إدريس. جميل. طيب تفكر انك تعمل فيما بعد على انتاج عمل خاص فيك من كلمات والحان خاصة؟ أيوة، إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله بتنزل أغنية كلمات الشاعرة حنان الصغير من ألحاني، جميل إن شاء الله قريبا تسمعوها. جميل، وهذا الخبر حصري لنا إن شاء الله ننتظرها إحنا، وإن شاء الله بنعرضها كمان في البرنامج. طيب على الجانب الآخر، هل فكرت بالمشاركة إن شاء الله. في برامج، أيوة، هل فكرت في بالمشاركة في برامج اكتشاف المواهب؟ يعني هل تفكر أنت في الشهرة، وهل يعني طموحك أصلا هو الشهرة كمغني؟ هو أنا يعني أمشي في جانبين، في الجانب الدراسة اللي درست فيها والشيء اللي أنا حققته اللي هو كنت أحلم فيه من أنا صغير إنه أكون مهندس، وفي الجانب الآخر أنمي موهبتي في الغناء، فطبيعي إن أنا أحاول إن أنا أشارك في مسابقات عربية خارجية أو محلية، وأحاول إن أشتهر يعني ولو بشكل بسيط. أمامك السوشيال ميديا، هي يعني سلاحك الأسهل والأقرب. طيب أيلول، إلى جانب الغناء، إن ربما شاء أنت الله. تعزف صح؟ تعزف على إحدى الآلات الموسيقية؟ أيوة، أنا أعزف على الجيتار، ولكن مش بشكل كثير، لكن بالشكل اللي يساعدني إن أنا أغني يعني. يعني مستوى مبتدئ. أي طيب نرجع نتكلم عن الصعوبات التي واجهتك في موهبتك الغنائية. والله الصعوبات أعتقد إنه مش صعوبات بالنسبة لي فقط، ولكن بالنسبة لناس كثيرين يعني، وهي الجانب المادي يعني، إنه طيب لو الدعم، تشي تنتج أغنية لازم لك دعم مادي، خصوصا إنه ما عندنا إحنا في شركة إنتاج اللي هي صحيح. تستقطب الشباب والموهوبين والفنانين بحيث إنه يسووا أغاني خاصة فيهم، فلذلك يعني هذا الشيء يعني زي ما قلت لك إنه يسبب مشكلة للفنانين كثيرين. فعلا، ايوه، اكثر الفنانين اللي استضيفهم دائما عندهم نفس المشكلة، ما فيش دعم، خاصة في ظروف البلد هذه. طيب هل تفكر انت مستقبلا في احتراف الغناء كمهنة ومصدر للرزق، ولا يعني هل في تعمل تفاضل بين الهندسة والغناء؟ هو الطبيعي، انا قلت لك انا ماشي في المسارين مع بعض يعني، مش ماشي في مسار واحد وتارك المجال الثاني، لا انا ماشي في المسارين بحيث انه يعني اقدر اعمل موازنة بين الاثنين يعني، ما اتركش هذا ولا اترك هذا. جميل، مكملين لبعض بالنسبة لك. طب طموحك أيلول، طموحك للمستقبل، فين تشوف نفسك؟ أيوة. لو قلنا مثلا بعد 5 سنوات، فين تشوف نفسك؟ المهندس أيلول، الفنان أيلول، المهندس الفنان أيلول؟ الاثنين زي ما قلت لك في بداية اللقاء انه انا دائما اسمي نفسي المهندس الفنان، فانا جميل، ان شاء الله اكون حاجة كبيرة بالنسبة للهندسة وايضا بالنسبة للفن. جميل، كيف تقدر توازن بينهم؟ هو ان انا ما اخذش مثلا يعني اخذ الجانب الهندسي بشكل تام او اخذ الفن بشكل تام يعني، بحيث انه مثلا اذا في عندي شغل فاترك الفن على جنب واشتغل، لما يكون في معي وقت فراغ او ان انا استطيع ان انا اغني او اعزف ولا ادندن مع نفسي فاخرج هذا للفن، يعني انك مش واخذهم بالموازاه، لانه بطبيعه الحال ما يعني انه الهندسه عندك هي الاولويه، لا يعني اللي بطبيعه هو الحال مصدر الرزق الحقيقي. حاليا تقدري تقولي ايوه كده، وهذه لانه احدى المشاكل. الفن زي ما قلت لك انه نحن نواجه صعوبات ان انت صحيح، تفضل.
قلت لك لانه احنا نواجه مشكله في الفن انه ما نقدرش ننتج اي اعمال، فلذلك انه تتجه للجانب الاخر اللي انت يعني في جانب دراستك عشان تكسب الرزق منه عشان تقدر تقدم للفن. وهذا فعلا الخلل في مجتمعنا، وفي توظيفه للفن، وفي استخدامه للفن، وفي ايضا في تقديره للفن، انه الفن دائما ما يكونش اولويه رغم انه ممكن يكون مصدر رزق وكبير جدا. أيلول السقاف الفنان والمهندس، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. لا حبيبتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، بالتوفيق إن شاء الله.